طريق الخير أوله بر ونهايته فرحة. إحنا في طريق اللي نهايته فرحة. أنا في مسيرة رائعة كلها بنات وشباب صغيرين، إعدادي ابتدائي ثانوي، حفظ للقرآن الكريم. البنات دول حفظ القرآن الكريم وفي اللي ختموا مرتين ما شاء الله، يعني مفيش أحلى ولا أجمل من كده. إحنا هنا النهاردة علشان نحتفل بيهم ونقول لهم يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني وعدكم بتاج على راسكم وتاج على راس أهاليكم. ربنا يبارك في الأهالي اللي ساعدت ولادها على هذا البر العظيم، على حفظ القرآن الكريم، وكل ده الحقيقة بدعم كبير من جمعية البر والتقوى المصرية. النهاردة تكريم لهؤلاء الفتيات والشابات والبنات الحلوات اللي حفظوا القرآن الكريم، وإحنا رايحين نحضر معاهم، ماشيين في المسيرة ورايحين نحضر معاهم هذا التكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متشرفة بوجودي هنا في وسطيكم، سعيدة جدا وأول مرة أحضر الجمع العظيم المحترم الكبير اللي أنا بتشرف بوجودي في وسطه، لأنه إحنا في يوم تكريم لحفظة القرآن الكريم، وهو أعظم تكريم هو إنه مكتوب على صدركم كلمة أو جملة أهل القرآن. أنا متشرفة بوجودي معاكم ومعايا نخبة محترمة وكبيرة من شيوخنا الأفاضل، دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، دكتور يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص، دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، الشيخ محمد الكناني مدير الأوقاف الديني بأوقاف دمياط. خلونا نبدأ اليوم الجميل ده بما تيسر من القرآن الكريم مع المتسابق محمد حسام عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. طبعا في جوائز مالية مقدماها جمعية البر والتقوى المصرية لحفظة القرآن الكريم من الفتيات والشباب، لكن الحقيقة مهما كبرت وعظمت المادة أو المبلغ اللي هياخدوه فهو لا يقارن بالثواب الأعظم. فضيلة الشيخ دكتور سالم عبد الجليل، يعني حفظة القرآن الكريم ماذا ينتظره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أبنائي وبناتي وإخواني المحفظين الكرام والمشايخ العظام وأخواتي المحفظات والسادة اللي فوق دماغنا، أولياء أمور هذه الكوكبة العظيمة من الفتيات والفتيان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم على حوض النبي عليه الصلاة والسلام ويسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم اقرأ ورتل وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك
عند آخر آية تقرأها. نهى الرقي في المنازل والدرجات، نهى الجنة، الميراث المستحق لمن ورثهم الله الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فأنتم المصطفون. أنا أعني هنا المحفظين والمحفظات والحافظين والحافظات. ذاك الصفاء الله عز وجل من خلقه أن يورثنا الكتاب، شيء عظيم مبهج حتى أولياء الأمور يا أستاذ دعاء. ودعوني أهمس في أذان أولادي وبناتي، حفظنا الحمد لله وتلك نعمة عظيمة. عليكم أن تحافظوا على ما حفظكم الله إياه. بر وفرحة فرحة وبر، بر وفرحة فرحة وبر. عايزة أوجه الحديث لدكتور يسري عزام وأسأله، طبعاً معروف قيمة من يحفظ القرآن الكريم وثوابه العظيم، لكن كلمنا أكتر عن ثواب المحفظ اللي بيعينه على الحفظ، والأهل اللي يعني بيوفروا بيئة مناسبة جداً لأن أولادهم يقدروا يحفظوا ويكتبوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هنيئاً لمن علم ولده القرآن، وهنيئاً لمعلم القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. هنيئاً مريئاً والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. عايز أعلم أولادي وبناتي دعاء، تقول ورايا الدعاء ده، عايز أسمع: اللهم، لسه مش سامع، أنا عايز دمياط كلها تسمع: اللهم لا تقطع القرآن من بيوتنا، واجعله ميراثا لنا في أولادنا. أسأل الله أن يحفظ أولادنا القرآن، وصلى الله على سيدنا محمد بدءا وختاما. احنا عايزين نسال الدكتور عماد عوض كده، البنات دي عاداتهم قد ايه، والشباب وكل بتحفظوا القران كل قد ايه، والجوائز عباره عن ايه؟ صراحه انا سعيد ان انا بيكم ومعاكم، وطبعا بشكر المنصه الكريمه حضور طيب ائمه الاوقاف في دمياط، بشكر مدراء الإدارات، بشكر فريق جمعية دور القهوة، الأخوة المحفظات والمحفزين بتاعتهم، سواء كان في كل ربوع أو خمس دوريات وليس كمالية من التأهلية. بشكرهم، بشكر أولياء الأمور وخاصة الأمهات. بنلاحظ حاجة غريبة أوي، عدد الأولاد المحفظين كتاب الله عامة قليل أوي، ما يجيش حتى لأنه حوالي مثلاً 35 ولد، ومعانا 265 بنت حافظين كتاب الله. ملحوظة ثانية بقى، مسألة البنات حاجة سهلة إن شاء الله. المركز الأول: حلمي رضا عوض من البسطة. مبروك حلمي رضا عوض. المركز الثاني: يوسف علاء دبور من دمياط الجديدة. المركز الثالث: الدرداء محمد مصباح من البستان.
حلوه. ادي الفلوس اهم حاجه. الصوره وتعالي هنا المسرح. المركز الرابع محمد عبده فرحات من العنانيه. مبروك حبيبي. شكرا لك يا دكتور حسين عليك. دكتور سالم عليك. دكتور سالم عبد الجليل. شكرا ليكم وكل سنه وانتم طيبين. مكان دور ازاي ترسم